التوفيق للتوفيق أكاديمية إسبانيول في بطولة المنامة، وأتمنى لهم يحققون نتائج طيبة إن شاء الله ويطلعون بالصورة المشرفة. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر كل الفرق المساهمة، نتمنى التوفيق للكل وبالأخص لأكاديمية إسبانيول، نتمنى لهم التوفيق والنجاح بالإمام إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر إدارة كواترو للتوفيق للفرصة لأطفالنا للمشاركة في البطولة الأكاديمية الخاصة على مستوى المنطقة في الخليج، وأتمنى التوفيق لأطفالنا وأتمنى أن يعودوا لنا بالكأس.